راديو الأهرام يقدم حياة النجوم، أسرار وحكايات فيها الحلو وفيها المر، نجاحات وإخفاقات. تعالوا نتكلم معاهم عن اللي جاي واللي فات. في أنا والنجوم مع ريهام مازن. ورجعنا لكم تاني مستمعينا، مستمعي راديو الأهرام في كل مكان ومشاهدي أهرام تي في، والحلقة متواصلة من برنامج أنا والنجوم مع القديرة الفنانة الأستاذة نادية رشاد. أهلا بحضرتك، مشرفانا ومنورة صرح الأهرام العريق. ربنا يخليك. أنا فخورة أن أنا في الأهرام، وإحنا فخورين أن حضرتك معانا، لأن حضرتك مش مجرد فنانة. إحنا بنحس أن ما هو الفنان دايما حتة من مصر، يعني بكل حاجة، وحضرتك بتمثلي ده بكل يعني اقتدار وقدرة للجميع. ربنا يخليك. قدمتي العديد والعديد يا أستاذة نادية من الأعمال الدرامية اللي نقدر نقول ناجحة جدا، لكن أحب الأدوار بقى لقلبك كان إيه، واللي على مدار رحلتك الفنية لسه تارك فيكي بصمة وذكرى جميلة؟ أنا كنت بحب كل عمل بيجيني مدام قبلت أعمله، يعني بجتهد فيه قوي، لكن في حتة تانية غير التلفزيون وغير الإذاعة وغير الحاجات دي، دايما البدايات. يعني أنا بدايتي في المسرح كان المسرح العالمي، عملت مسرحية اسمها بلدتنا لثورلتون وايلدر الكاتب الأمريكي. دي كانت بطولة وفي سن مبكر يعني قوي. أنا عايز أسأل إزاي ده كان وحضرتك كنت بتدرسي في أداب قسم فلسفة؟ أي. يعني هل ده كان بالتوازي ولا لما خلصتي؟ لا أبدا، أنا احترفت وأنا لسه طالبة. ما شاء الله. فأنهي سنة بقى؟ وأنا بنقل من أولى لتانية، وبعد كده بقى يعني كان شوية شوية كده، وبعدين في السنة الأخرانية بقى كنت خلاص. يعني هل دخلتي بقى من الباب بقى وروحتي من باب المعهد السينما والفنون المسرحية، ولا كنتي؟ أنا كنت طالبة في جامعة القاهرة، كلية الأداب قسم فلسفة، إنما كمان كنت يعني ضلع ضالع في المسرح الجامعي وقبليه في المسرح المدرسي. يعني أنا واخدها من بدري في المدرسة أوكي، لكن كمان أنا في المسرح المدرسي وبعد كده في المسرح الجامعي. فكنت بعمل كل سنة مسرحية أو اتنين على الأقل، لأنه كمان كانت الكليات التانية بتقترض من كلية الأداب. أيوة طبعا، لأنه ما كانش الفنون والمواهب ما كانش عندهم بنات كفاية علشان يكملوا بيهم الكاستنج يعني. أيوة. فاشتغلت في الجامعة عدد من المسرحيات وكلها بطولة. فلما ابتديت احترف كان بعض المخرجين المسرحيين المعروفين شافوني وادوني ادوار بطولة وانا طالبة. فكان سهل قوي ان انا لما اتنقل بقى واشتغل بجد في مسرح القومي او التلفزيون، ان هم يدوني فعلا بطولات، لان هم يعني الثقه جت لهم من فتره ما انا كنت في المسرح الجامعي. طب لما دخلتي العالم ده بقى، كان اسرتك استقبالها؟ مين شجعك، الوالد والوالده؟ لا 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 خالص. هل رفضوا؟ لا لا خالص نهائي، ما كانواش عايزين ده خالص يعني. yeah. هو طول ما انا في المدرسه او في الجامعه معتبرين ده نوع من انواع الهوايه، الفن والتسليه، لدرجه ان انا لما اتخرجت فعلا القوة العاملة في وقتها كانت بتوظفك بعدها بكم يوم. يعني تخرجي شهر 5 شهر 6 تكوني ماسكة الوظيفة. اشتغلت مدرسة، اشتغلت يعني التعيين جالي مدرسة وفي الأرياف. يعني أو في حتة بعيد شوية، لكن حكم القاهرة أصلا. أنا قاهري، فكل يوم أروح بقى المواصلات راحة جاية راحة جاية، فده أغلى من المبلغ اللي انا باخده من المرتب اللي باخده. ففي نفس الوقت انا كنت خلاص يعني ايه، عايزه اقدم اوراقي الجديده اللي هي الشهاده يعني لمسرح التلفزيون علشان اترقى بقى واخد 5 جنيه زياده. فعملت ده برضو بالتوازي، وبعدين استقلت بقى من
من التدريس. من التربية والتعليم. ما قدرتش هما 3-4 أشهر وما استقبلتش. طيب إزاي واجهتي الوالد والوالدة بقى بالموضوع ده؟ بابا ما كانش بيعترض. بابا كان بيشتغل إيه أصلاً؟ مقاول. بس هو كان شخص متفتح جدا. كنت لسه هتأكيد كان متفتح. ماما اللي كانت بالنسبة لها يعني هو كان سايبها لماما. كان دي هو كان سايب بقى الماما هي التربية بقى. هو عارف إنها ماسكه المقص يعني. أيوة. فقالت لا وحاجات من دي. وبعدين يعني قعدت طبعا اتحايل عليها وقلت انت شفتي مني اي تصرف مش عاجبك؟ شفتي مني اي تغيير؟ يعني طب سيبيني شويه ولقيتيني عملت حاجه غلط انا موافقه. وهي كانت خايفه ليه؟ عشان المجال مثلا يعني كل اللي بيتكتب عن اهل الفن دايما دايما الجانب السلبي ان هم فلان اتجوز وفلان اتطلق وفلان ولغايه النهارده على فكره برضو السوشيال ميديا وكمان بت ايه بتعلي قوي بتكبر وبتضخم أحداث. وكمان بتستعمل لغه يقول لك ايه عندما اخنى عليها الظهر غادر بها الزمان. يا جماعه الناس كلها بتكبر خلقه ربنا وعلى فكره اللي في الفن واللي في الغير الفن لسه هقول اللي بيحدث في الفن بيحدث في ارض الواقع في كل مجال. وبعدين الفضايح بقى ان هي بس الفرق عارفه حضرتك ان دول مشاهير فاحنا بقى نقعد نتكلم على المشاهير المعروفين لان هيتكلم على كل البيوت ازاي ما هو له جنب ده بقى في حاجات يعني في مثلا ايه ناس بتتصل ببعض المذيعات على السوشيال ميديا يعني ويقولوا المشاكل بتاعتهم مشاكل يندى لها الجبين. صح. مفيش في الوسط الفني كله ربع اللي انا بسمعه. صح. من الناس اللي هي بتشتكي من مشاكلها. أيوه. ده بيقولوا حاجات رهيبه. صح. صح. واحد صح. مصاحب حماده مش عارفه والله وسايب زوجته وعلى علاقه بالحما مثلا راجل حما بيتحرش بمرات ابنه. احنا خلاص انا لحد تخيلت الساعه انا لما الاقي الحاجات دي اقول طيب انتوا مركزين ليه بقى على اهل الفن ما تسيبوهم بقى خلاص ده انتوا عندكم بلاوي وبتصيموهم بايه ويمكن هم نفس الناس دول اللي بيشتموا اهل الفن. ايوه هم نفس الناس دول اللي تلاقيهم مثلا لما تيجي مثلا واحده زي شيرين ابو عقل اللي توفت صدقت برصاص استشهدت يعني يقول لك ما تقولوش عليها استشهدت انت مالك هو انت ماسك مفاتيح الجنه انا مش عارفه انا مش فاهم يعني تبصي تلاقي الناس بتتدخل في خصوصيات بعض خصوصا في المشاهير وعايزين نقول ان التدخل اصلا في انك انت تقول تستشهد او ما تستشهدش ده مش دورك لان دي حاجه بتاعت رب العالمين بتاعت ربنا انت بتدخل نفسك في علاقه التدخل. وبعدين انت احنا حاصرين نفسنا ليه في الديانات بالظبط الثلاثه اللي في الشرق الاوسط ده العالم مليان ديانات اخرى صحيح طب انت هتعمل ايه في العالم ده كله كل الدنيا دي كلها يعني هتروح جهنم الساعة مين ولا مين معلش يعني انت مين عشان تنصب نفسك حكم في الارض مين ده رب العالمين اكبر ده ربنا هو اللي بيحكم انت يمكن الجنة ولا انت تخش النار ده ممكن واحد مش اي شخص يظن انه هايل لغاية اخر لحظة زي هو دي تدخل برحمتي إيه؟ ولا تدخل بعملك لا لا برحمتي قال له لا قال له بعملي لا في الاخر راح في داهيه طبعا يعني في داهية. هو ما بيقروش ما بيشوفوش لان ما في كل ابن ادم خطاء طبعا ومش الكل كمان بيستغفر بالظبط ومش كله بيتوب يعني احنا بس سيبنا كل واحد في حاله يكون افضل لان التدخل في شؤون الاخرين انا ما بقولش ان الفنانين كلهم ملايكه لكن كمان مش كلهم شياطين حتى لو كلهم شياطين برضو احنا لازم نتفق ان احنا ما ندخلش نفسنا زيهم زي اي مهنه ثانيه انت ما شفتش مثلا طبيب بيتحرش بالمريضات ما احنا طول النهار بنشوف القصص دي ما بتشوفش ناس عاديه خالص بتعمل بلاوي صح. هم يعني كام عندنا من الناس اللي بتاخد مخدرات دي اصناف واشكال يعني مش كل دول يا جماعه فنانين بالظبط انما ليه على طول احنا عمالين نرجم الفنانين بالحجاره
يعني كتير قوي اللي بيحصل ده قوي. والليه بقى انا عايز اسال حضرتك انه ما انتشرش الا مؤخرا بالطريقه دي؟ يعني كان زمان في برضو الناس بتتكلم وبتاع، بس ما كانش بالشكل ده. الميديا بتطلع خربت كل حاجه، يعني عارفه الغيره بقى، الناس الغيرانه من انا عايز اقول دي بتطلع الغل. مش الغيرانه من والله فعلا يعني، ومحدش بيبص لنفسه، دايما باصص لعيوب غيره، مع انه طيب لو بصت المرايه مشاكلك انت هيشوف ممكن يعني تبقى مشاكلك اسوأ بلاوي اكتر ما يشوف ربنا يرحمنا ويقينا شر السوء. أيوه. الدور بقى نرجع تاني، اللي كان نقطه تحول في حياتك كان ايه؟ واقنعتي ماما ازاي بعد ما قعدتي تتكلمي معاها وقالت لك قلت لها طاير ابتي لو لقيتي مني تصرف غلط؟ هي لقيتني بتصرف كويس، طب ما عملتش اي حاجه ابدا، وقلت لها تعالي اتفرجي يعني. وكانت بتيجي معاكي دايما؟ لا ما كانتش بترضى والله ابدا، هي ما كانت يعني، كانت لها نهى لما تبقى دايما مضاده كده انا يعني هقرعوي وهبعد عن الحكايه دي، لانها عارفه ان انا علاقتي بيها كانت حب شديد جدا، وانا يمكن كنت من يعني من المفضلين عندها بصراحه يعني. وعارفه ان انا بسمع كلامها على طول، وعارفه ان انا يعني بحبها بشكل جواه احترام لكن كمان في حب. لكن الحمد لله شويه شويه هي امنت بان انا مش هعمل حاجه غلط يعني. طب وحضرتك عندك اخوات في عندي ما حدش بقى فكر في الفن ده خالص؟ لا في عندي اخوات بس فنهم نوع تاني يعني. عندي اختي اللي اصغر مني استاذه دكتوره يعني في كليه التربيه الفنيه. يعني عندي ناس بقى من الاسره غاويين بقى الناحيه الثانيه اللي هي فنون تشكيليه يعني. فنون تشكيليه او موسيقى. واخويا الكبير برضو كان فنون تشكيليه. انما ويبقى الفن برضو فن. يعني حتى اللي ما احترفوا الفن كان برضو هم عندهم الميول دي عندهم فيول فنيه. الدور بقى اللي كان نقطه تحول في حياه الاستاذه ناديه رشاد كان ايه؟ اللي حسيتي فعلا لا انا بقى احترف الفن؟ هو انا احترفت الفن من غير ما اخد قرارات يعني، انا بصيت لقيت انه فعلا اول ما دخلت المجال الفني ابتديت اخد ادوار كويسه قوي. فالاول عملت ادوار في مسرحيات موليير، لان البدايات في مسرح موليير بتبقى بنت صغيره قوي، وانا ساعتها كان وزني قليل كمان. فلقيت ان انا، وبعدين النقد بينزل لصالحي. بعد كده عملت مسرحيه المتحزلقات، كنت انا والاستاذه مديحه حمدي اللي احنا الاثنين عملنا البنتين دول، وبرضو لقيت الحمد لله يعني ردود الافعال كانت كلها حلوه مصفة يعني. فالمسائل خدت بعضها بشكل سلس يعني. ما كانش في حاجه محدده. لكن بالنسبه بقى انه يعني البطوله الكبيره في الوقت ده، وكان عندي ساعتها حوالي 21 سنه، عملت مسرحيه اسمها جسر ارتا. دي مسرح عالمي. وبعدين في الوقت ده لما انا في السن ده لما كتب حمدي غيس ناديه رشاد على الافيش، ده حلم بقى. ده حلم وبيتحقق. لا واستاذ حمدي غيث ده حمدي غيث طبعا غول المسرح كله. طبعا. فانه يقبل ان انا اعمل معاه بطوله، وانه يتكتب اسمي قد اسمه على الافيش وفوق، ده كان حاجه كبيره قوي قوي بالنسبه لي. فكرتيني بالاستاذه ليلى طاهر برضو، كانت عندنا وحكت لنا برضو نفس لما نزلت معاه في ريتشارد قلب الاسد. وقالت لي انا ما كنتش مصدقه، قلت ازاي ده انا هبقى فاشله قدامه. فيعني برضو انا بتهيأ لي ان ده نتيجه ان انتوا كنتوا شخصيات مؤثره في الفن، عشان كده تم اختياركم، كنتوا قد المسؤوليه دي. الحمد لله يعني، الحمد لله. بس برضو كان الواحد عامل حساب قوي قوي ان هو بيشتغل مع مين. ولكن لما انت كلمتيه ما كنتيش مخضوضه؟ لا 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 خالص خالص. هو شخص بسيط جدا، و يعني شخص بسيط جدا في التعاملات يعني على المسرح او في الكواليس. ومشجع كمان. يعني الحقيقه كان زي ما كنا انا بنته وهو فرحان بيا يعني. ايوه فده برضو بيعمل راحة نفسية. بيعمل كتير والله. بيعمل كتير. رحمة الله عليه. هنطلع فاصل ونواصل حوارنا الجميل، انتظرونا بعد الفاصل مع الأستاذة نادية رشاد، وهنتكلم عن ألمها وكتابتها وإزاي هي
انخرطت في كتابة الكتب والمقالات. انتظرونا.